هاوي عمي انا الاول. ماشي اتفضلي. هاي صحابي عاملين ايه؟ كويسين الحمد لله. يلا اصحاب، لو عجبكم الفيديو متنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب. ويلا بينا على المطبخ، هنعمل مع بعض اكله جميله خالص. صح خالص خير. مساء الخير ايا كان الوقت اللي بتتابعوني فيه، من كل قلبي بتمنى لكم كل خير وسعاده وفرحه وبهجه وحاجات حلوه كتير. احنا النهارده اهوت في المطبخ، هعمل معاكم المخ بشكل سهل جدا وبسيط. هنعملوه بانيه، كل اللي محتاجاه بصله صغيره وحبه ملح وفلفل اسود، والمخ نكون غسلينه كويس. وانا دلوقتي حاطه حله على النار لحد ما الميه تغلي فيها عشان نروح نحط فيها الحاجات، ايه المكونات بتاعتنا. الميه غليت اهيت في الحله، انا هبدا احط البصل والفلفل والملح بالشكل ده، وهبدا احط المخ. اهو، وهغطيه وهسيبه هو ما بياخدش سوا على النار. وهنروح نحضر مع بعض بقى الخلطه بتاعه البانيه ونشوف هنعملها ازاي. يلا بينا. دلوقتي هنبدا نحضر خلطه البانيه بتاعت المخ. كل اللي محتاجينه بيضه وحبه فلفل اسود وملح ومعلقه دقيق كبيره. وهنا البوله اللي هنحضر فيها الحاجه. هنا هنكسر البيضه وهنبدا نحط المكونات دي كده كلها على بعض، وهنحط حبه ميه كمان مش كتير، وهنبدا نقلب كله مع بعض. بتعملي ايه يا كاجي؟ ماما انت اساعدك. لا انت كده مش بتساعديني صدقيني. ايه ده ايه ده ايه ده؟ احنا كده بس هنقلب كله مع بعض، وبنبدا نضربهم كده كويس خالص لحد ما تبقى متجانسه كده مع بعض. ده شكل المخ بعد ما طلع خلاص. هو خد حوالي ربع ساعة على النار. هبدأ اقطعه بقى حتت كده الشكل ده. انا بحب اقطعه تخين شوية. انا بحب لو اقطع. انت مش بتحبي تقطعي؟ انا مسألتكيش. اهو كده بعد كله يا سحمنا في الاخر. تانية يا استاذة كاجي، هنبدأ بقى نحط الخلطة بتاعتنا عليه. هو احنا ممكن ناخده قطعة قطعة ونحطوها بالخليط ده، بس انا هفضل كده اسهل لي يعني. تانية هساعدك. ما مش عايزة منك مساعدة. شكرا شكرا بأدبك. انا ما قلتلكيش حاجة على فكرة. ممكن اساعدك دلوقتي عاملوا اكل صحابنا. هو هي كده حط ده فلفل احمر وهنروح نقليه. هنا انا حطيت مقلية على النار علشان ابدأ احط فيها المخ بالشكل ده. كده انا حطيته شوية وهقلبه على الوش التاني عشان يتحمر من الجنبين، وهنبدأ بقى نقدمه سوا مع بعض. كده بعد ما اتقلى طبعا لازم نطلعه على مناديل مطبخ اللي هي بتاعت الزيت. ودلوقتي بقى هحضره للتقديم. هيكون الشكل النهائي للطبق بتاعنا النهاردة. وكاجي جناني طول اليوم. كاجي بيبقى حاجة صعبة جدا لما الواحد يعمل او يصور وهي موجودة. تعملي ايه؟ اعمل كوشة. ماشي. ان شاء الله. اتعورت في الصباح في البتاع في الصباح عشان هي ما بتسمعش الكلام. هنقول ايه؟ ماشي. يكون الشكل النهائي للطبق بتاعنا النهارده، ان شاء الله يكون عجبكم. واستنونا في وصفات تانية وفيديوهات تانية. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تضغطوا لايك، ولو اول مرة تشوفونا تنسوش تضغطوا على زر الاشتراك سبسكرايب عشان يوصلكم كل جديد. ونقول لهم ايه يا كوجي؟ كاجي باي. كاجي اصلك صباح هتعور علشان هي مش مريحة نفسها وجنتني في المطبخ. باي 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 باي.